هلو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشيني جدا. يا رب تكونوا بخير. كل الناس اللي شرفتني جديد على القناة منوريني وشرفيني، ندوس لايك 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 وندوس على زر الجرس عشان اي فيديو جديد يجيلكم على طول اشعار بيه، عشان تبقوا من اوائل الناس اللي تسمع شرح المناهج وكمان التأسيس. مرحلة النهاردة لازم تشوفوا الفيديو من اوله لاخره، مش بس كده، لان لازم يكون الكتابين دول موجودين، واحد للمنهج شرح المنهج وهو الملزمة بتاعتي، والكتاب التاني كتاب التأسيس. وده ليه؟ علشان دي مرحلة كيجي. كيجي يعني سن التأسيس، السن اللطيف جدا اللي معظم الناس بيوهموكوا ان هو اخر حروف just words، بعض الكلمات، وكمان ابنك يعرفها الشفوي، تمام، مش اكتر من كده. لما ينفعش يحفظ ورقة وقلم، ايه ده؟ ايه الافتراء ده؟ ايه الجبروت بتاع المدرسة دي؟ طبعا مفيش الكلام ده. النهاردة هوريكم مفروض كيجي مفروض ياخد ايه. مفروض انا مثلا كتيتشر سمر بتعامل ازاي. دي المفروض ملزمة، دي خاصة بيا، تمام، ملزمة، وبمشي بالملزمة عشان فيها المنهج شرح الملزمة بتاعتي بلس الكتاب التأسيس. يلا بينا يلا بينا، مش هنطول في الكلام رغم في تفاصيل كتير مفروض اقولها لكم خاصة بكيجي، بس هنأجلها دلوقتي. يلا بينا مع بعض. اول حاجة بناخد الفيربس زي ما انا معوداكو ان احنا بنجمع الكلمات الاول زي ما انتم شايفين. عندي كلمة او الفعل هو جايب لهم في الوحدة الاولى، بعض الافعال زي يقفز، هوب هوب يعني نط، نط عالية شوية، يقفز جام، يتسلق كلايم. ليه ما نطقتيش البي يا تيتشر؟ عشان في قاعده في الصوتيات بتقول لنا ان حرف البي لو جه بعد الام سايلنت لا ينطق. يشوط كيك. في قاعده تانية بتقول ان السي مع الكي بتنطق كيم. وبحاول كده اعرف الطفل القواعد دي كلها، والله كل الشغل ده مجرب على بسم الله ما شاء الله ما يقرب من 500 طالب على فتره او اكتر كمان في فتره تعاملي مع طلبه كيجي، فانا عارفه بكلمكم في ايه بالظبط. كيك، يشوط، سكيب، ينط الحبل. عندي اي واحده، فاذا لما تقول له قواعد الصوتيات والله ما بتتنسي بتكرارها. يجري، ران، هوب، جامب، كلايم، كيك، سكيب، ران. تمام تمام، نسكت على كده لان انتوا عارفين تيتشر سمر مثلا من الحاجات اللي هي بتديها ان هي بتعمل لنا تنوع في الاسئله. زي عندي كلايم، كلايم ال، كلايم هنزود الليدر ال، كلايم، تمام. كيك، 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 يشوط، كيك، يشوط. اقوم عامله له مثلا فكره من ضمن الافكار بالشكل ده، طبعا نوعي على الاسئله اللي خدها اهو. كيك، يشوط، كيك، ويتش ليدر سي، ينط الحبل، سكيب، سكيب، اهو اهو. يلا يا اماراتي يلا يا كتاكيتي جاوبوا معايا، سكيب، ينط الحبل، سكيب. طبعا معظم الناس هتلاقيهم بيقول لكم ده اورال ومش اورال، لا، الطالب بيحفظ الكلام ده لان انا بعامل كي جي 2 مش كي جي 1، ده طالب مخلص الحروف. عندنا ايه تاني بنجرب؟ ما بسيبش ولا فعل من اللي انا خدته. مثلا عندي الفعل جامب، وممكن عارفه تساعديه بايه كمان بدل ما يقعد يحفظ وخلاص، انطقي معاه. يلا جا جا جا، الحرف اللي نسيناه وقع مننا اهو، وقع مننا، جا جا جامب، جا جي يا مامي، برافو برافو برافو، جامب جامب. عندنا ايه فعل تاني ممكن نحطه في الاسئلة؟ هو هوب. يلا حاولي تقريه كده بحيث يعود ودنه ان هو يسمع الصوت مش الكلمة يحفظها عمود وحروف وخلاص. هو، مين جابها؟ برافو برافو برافو. او، اكسلنت، بيج ستار فور يو. تمام، ايه تاني عندنا افعال؟ عندي الفعل كيك، كيك، ها ويتش ليدر، ها واز ذا ميسنج ليدر، كي كي. ده جزء بسيط اهو على سؤال الجامب. يلا بينا نكمل مع بعض. بعد كده بجيب الجمل اللي جات لنا عن الليسون ده، وما تقلقوش كملوا لاخر الفيديو لان انا زي ما بوعدكم ان انا بحط يونت كامل في الكتاب. يلا نقرا مع بعض. جايب له معايا اي كان، وخلي بالك عشان تيتشر سمر ما بتديش الجمل لمجرد القرايه والشفوي، انا هعرفكم يتدرب عليها ازاي ومن غير اي عمود. يلا بينا. اي كان كيك، انا استطيع اشوط. اي كان ران، انا استطيع ان اجري، اجري اجري اجري، ران 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 يجري يعني ران.
I can kick, I can run, I can jump. أنا أستطيع أن أقفز. I can climb. أنا أستطيع أن أتسلق. I can hop. Hop. نطة حلوة. يلا قوموا قوموا تنططوا كده وتتفرجوا عليا. I can hop. امسك حبل امسك حبل. I can skip. يلا قولي أنا أستطيع أن أنط الحبل. I can skip. I can skip. وبعد كده بعملوا الأسئلة زي ما انتوا شايفين كده. سؤال complete أكمل. تمام complete أكمل زي I can. بصي نوعي براحتك. أنا بديكي مثال كده حتى ما برضاش أهو أكتبه أهو. مرة بشيله كان ومرة بشيله الآي ومرة بشيله الفعل نفسه وبساعده وأكتب له مثلا جنبي يقفز وهكذا. تمام طبعا أنا بدي نموذج بسيط أنت تقدري تكتري. ليه بقى؟ لأن أنا بحفظ الجمل بالأسئلة مش بالحفظ العمود. يلا بينا خليه يقرأ كده كلمة كلمة. آي آي إيه أستطيع وريني قوتك. آي كان هيجري ويكتب كان كيك. شفت إذا بيقرأ وبيترجم وبيشتغل بإيده. إذا أنا مش هحفظك الجملة يا روح قلبي عشان أنت صغنطوطي ومس سمر بتحبك ومش هتضغط عليك، فبالتالي هحفظها لك بالأسئلة. هنوع لك أسئلة كتير فهتقراها صح. هنا كان جامب. قولي مس سمر كانت عماله تقول لك بتقولي اي كان جامب وامشي كده على كلمة كلمة وأنت بتقول اي كان جامب. يبقى هنا اي. برافو برافو برافو. جود جاب. اي كان يقفز يقفز. انا اكتبها له بقى اللي مش عارف يالف من دماغه لازم تكوني معرفاه الفعل اللي هيكتبه مثلا جامب. اي كان جامب وهكذا. زودي اسئله كومبليت براحتك. اعملي انا ثلاثه انت بتعملي 10. كل ما تكتر انواع الاسئله كل ما يركز. يلا بينا على الري ارينج رتب. ري ارينج رتب. بيمسك قلمه وعاملين النقط الجميلة بتاعتنا. يلا يا روحي. الله يا مس سمر عليكي وعلى الإبداع. ده انت فعلا هتحفظي طفل كيجي بالتكرار مش بالحفظ. يلا بينا. كان اي ران. هنبدأ بإيه يا كوكي؟ اي. برافو عليك. ها استطيع استطيع. كان. وطبعا مين اللي بيقدر ياخد المنهج بتاع كيجي تيو ده؟ اللي مخلص حروف واخد اساسيات من كتاب تاسيس انجليش من تحت الصفر مع تيتشر سمر. كل اللي ما يعرفوش يدخل على قناه الفيسبوك تاسيس من تحت الصفر مع ميس سمر. وهسيب لكم كمان في اول تعليق لينك لصفحه الفيس والواتساب الخاص بحجز مجموعه الكتابين الصوتيات والتاسيس. ما ينفعش يدخل على المرحله دي من غير ما يكون خلص ضمائر الفاعل. وخليكم معايا للاخر هوريكم اللي مفروض الجزء اللي ياخده مع ده، لان انا في المنهج او مع اولادي عموما لازم اشرح جزء منهج وجزء تاسيس. طفل كي جي بالذات لازم يعمل كده رغم ان انا بعمله مع كل المراحل لحد ايه برايمري 6. اي كان ران. اكسلنت. لا كل اللي بيسال ما ينفعش تشتغل كتاب منهج لوحده، الطفل ده لازم يتاسس. كلايم كان اي. يلا تاخد ايه يا روحي؟ هاخد اي. بعدها كان. بص التكرار اللي بيعلم الشطار. كلايم. برافو برافو برافو. ام بيج ستار فور يو وان يو بيج هارت. واحد قلب وواحد ستار. يلا الجمله اللي بعد كده بتقول لك هوب اي كان. هبدا بمين؟ اي. هتلاقي كتر التكرار هو اللي عمال يجاوب معايا. يلا يلا قولوني. كان. برافو. فاضل لنا هوب ونترجم كده. تعالوا نستغلها. انا استطيع ان اقفز او انط. كان جامب اي. هبدا بمين؟ برافو اي. واستطيع. كان. اي كان جامب. اكسلنت. بيج ستار فور يو. كان اي سكيب. هتقول ايه؟ هتلاقيه بقى ابتدى يجاوب معانا باسرع بطريقه اسرع. اي كان سكيب. ليه بقى؟ لانه مره كملها مره رتبها. انا اديت كام؟ 1 2 3. انا اديت 5 ادي 10 عشان ابنك يحفظ معاكي اسرع واكتر ويبقى الموضوع سهل معاه جدا ومش صعب. تمام انا اسف لهذا المنظر بس انا كنت تعبانه وبحاول دلوقتي ان انا عشان ما اعطلكوش اشرح بطريقه اسرع. يا نهار ابيض مش سمر جايبه ترجمه لكي جي 2 وايه مشكلتك؟ تعالى كده كده وانا اوريك ان هو يترجم حرفي يعني كلمه كلمه. معلش احنا خارجين كليه ألسون عارفه قيمه الترجمه الحرفي وقيمه الترجمه اجمالا. يلا بينا ترجمه بالمعنى. انا طفل صغير امشي ترجمه كلمه كلمه. اقول لك انا ايه؟ انا اوي انا اوي انا انا اوي. لا 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 انا سامعه صوت الاولاد اللي هناك دول مش بيغنوا.
N-O-I, N-O-I, N-A, N-O-I. كلمة تانية لو انت لسه ضعيف عربي، لان انت هتبقى ضعيف عربي بس شاطر انجليش عشان ما تيتشير سمر بسرعة. استطيع، اقدر، اقدر يا قوي. كان، كان، كان. اقدر، اقدر، اقدر. كان، كان، كان. I can. واجري، ماما تساعدك في العربي لو لسه مش عارف تقرا، تقول لك اجري، اجري، اجري. run. الله عليك، اديك ترجمت من غير ما تحس. انا استطيع ان اجري، I can run. واعرفي قيمه ان انا بمشي كلمه كلمه معاكو علشان خاطر اترجمها. انا استطيع ان اقفز، انا I استطيع. امشي كلمه كلمه، can. واقفز، jump. I can jump. عرفتوا ليه قيمة كل ما كلمة هي اللي هتخليه حتى شاطر في الترجمة؟ أنا أستطيع أن أشوط. يلا بينا. أنا، أنا يعني إيه يا روحي؟ أوي. أستطيع، أقدر، أقدر، أقدر. كان، كان، كان. أقدر، أقدر، أقدر. كان، كان، كان. أشوط كيك. الله، ده أنت بصي، ده أنا والله ده الطريقة دي تخليه يحفظ حتى الكلمات وهو لسه في المحاضرة، زي ما بيحصل مع أولادي في الأونلاين، بيحفظوا هما في المحاضرة من كتر الأسئلة، أسئلة، 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 تعب قلبهم أسئلة. يلا بينا نكمل مع بعض. بصوا الجمال، بصوا القمر، مش سمر حتى قطعة كمان لكي جيتو. وإيه المشكلة؟ تعالى 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 كده نبسطها. يلا يا لولو، كل اللي بيتفرجوا عليا يقروا هما. ده القطعة دي يا مش سمر يا مفترية، بتيجي من اول برايمري 5. اسمعني وانت ساكت، تعال اقرا يلا. اي، برافو عليك، ما انت شاطر اهو. ام، عسوله. ك، ك، سيبيه تهته ويحاول يجيبها. ك، ري، لقيتها صعبه عليه شويه. قسمي، قسمي. ك، ريم. اي ام كريم. ترجم بقى حرف يلا. انا، اي، انا. وام، اكون. كريم، كلمه كلمه يترجم. I am كريم، انا اكون كريم. انا I واكون am 5. I am 5. كريم عنده كم سنة؟ وجيبها له كلعبة بعد ما يقرأ كده عشان يفرح ان هو انجز. عنده 5. I am، هتلاقي بقى بصي من كتر ما قرر الحاجة بدأ يقولها بسرعة. I am a boy. Boy like احمد، like عادل، like كريم، like سكر. يعني ولد، انا اكون ولد. بصي الذكاء بقى بتاع تيشر صبر، حطيت له الجمل اللي بتجيله جوه قطعه عشان يقرا ويحل ويركز ويحفظ، وهو في المحاضره يخلص يخرج من المحاضره كده عارف، يتفرج على الفيديو بتاع ميس سمر كده عارف. بس انا زعلان عشان لحد دلوقتي عمالين تتفرجوا مش بتعملوا لي لايكات. خلي الاولاد الصغنطتين اللي قاعدين معاكم لكم اعملوا لك لايك واعملوا شير وشيروا الفيديو بتاع تيشر سمر ده على قنواتكم على الصفحات بتاعتكم، اوكي؟ يا اما هزعل. اي، يلا نكمل. بيقول لك ايه كريم ده بيعمل؟ بيقول لك I can run، انا استطيع ان اجري. شفتوا كل كلمه بقولها بترجمها. امشي بالطريقه دي وهتدعي لي دعوات من القلب كده الرحمه لبابا، وتدعي لي ان ربنا يصلح الحال يا رب دايما معايا وراحه البال. I can run، انا استطيع ان اجري. ادي انا قررتها مرتين. I can jump، انا استطيع ان اقفز. I can kick، انا استطيع ان اشوط. I can hop، انا استطيع ان انط. وبعد كده مس سمر بتقول لك حط لها put yes or no، حط علامه صح او غلط. بس احنا شاطرين ومس سمر بتحب تعلمكم الصعب من اوله، ما تحطش صح وغلط كده زي العربي. امال ايه؟ علميه يكتبها. هعرفك ازاي، وده بقى اللي هتلاقوه في كتاب التاسيس اللي فيه الصغيره قبل الكبيره. يلا بينا، هو اللي يقرا، هو اللي يقرا. I ام، هتلاقيه قرا اسرع اسرع لانه جابها قبل كده فوق. كريم، ها بيقول لك اي ام كريم. هو كان اسمه كريم؟ ما اعرفش. اوعي تقول له ما هو ما اسمه كريم اهو، يبقى ابنك كده ما اشتغلش ولا فكر. قول له اطلع دور بنفسك، عودي عينه تشتغل ولسانه يقرا. اهو يا مامي لقيتها، دور. حتى اعملي له كده اهو، دور دور. يا مامي لقيتها فوق اهو، اي ام كريم. يبقى هنكتب ايه؟ يس يس يس. تعالوا كده الناس اللي خايفه من الكتابه هوريكوا السهولة، هوريكوا السهولة. يلا بينا نغنيها. لا كله يغني، كله يعمل لايك ويشير الفيديو ويكتب لي كومنت جميل كده ليه، عشان انا بقرأ كل آرائكم وبتهمني جدا. يلا يا روحي هتقول ايه؟ يس يس يس. هي واي اي اس، برافو. يس يس يس. هي واي اي اس، مش سامعة. يس يس يس.
هاي واي اي اس اجين و يس 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 او واي اي اس برافو. السؤال الثاني اي كان رن ها ايه رايك what do you think yes or no. انا ماليش دعوه هجيب لك القطعه وانت اقرا واقرا اقرا اقرا سمعني صوتك. اي ام كريم اي ام 5 اي ام بوي اي كان رن لقيتها اوكي وشجعه له لقيتها فين امسك عندك الاجابه لقيتها يبقى تكتب ايه يلا يس 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 هي واي اي اوعى تقول لي صح ولا تحط علامه صح خلاص انت حفظتها معايا اهو وانت في الفيديو يس 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 هي واي اي اس يلا يس 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 واي اي اس برافو احلى ستارز ليكو يلا بينا اي ام 5 اطلع بص فوق هو كان عنده 5 عنده 5 عنده 5 اهي لقيتها يا تيتشر لقيتها اهي في السطر الاولاني برافو 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 يس 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 هي واي اي اس اجين يس 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 برافو واي اي اس نمبر 4 يلا اي كان هوب اطلع دور I can hop I can hop I can hop اوه فعلا في I can hop يبقى yes 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 hey y e s ده كلهم طلعوا yes الأخيرة I am a boy اطلع شوف فوق في القطعة I am a boy I am a boy كريم كان أبوي اهي يبقى برضو yes 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 y e s وممكن ننوع واحدة نو مثلا نخليها من عندنا I am مثلا a girl I am a girl يلا اطلع شوف لي كده I am a girl يعني بين بنوتة كريم كان girl اطلع بص معرفش 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 لا يا مس سمر مش لاقي جو مش لاقي girl يبقى ايه no no هو مفيش السؤال ده بس انا حطيت النو عشان خاطر اقول غنيكوا اغنية النو no 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 الان وراها الاو يلا no 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 الان وراها الاو يس 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 هي واي اي اس وكمان عامله لكم عليها هوم ورك هتلاقوه على صفحه الفيسبوك تاسيس من تحت السفر مع تيتشر سمر ومش بس كده ده انا كمان عملت سؤال قلبته انا علشان بحب اعرف كل التفاصيل عملت لكم سؤال اسمه وات دو يو وانت وبصي بكتبه كم مره للطالب عندي دي سيشن للطلبه كده معانا في الاونلاين فهم اللي هيشتغلوا ده بايدهم بصوا وات كان يو دو طب السؤال ده يا مس سمر مش موجود في المنهج بس موجود في شغل كتاب التاسيس في مجموعه الاسئله اللي انا مجمعاها ما يقرب من 50 او 70 سؤال بيجاوب الطفل عليه ده في كتاب التاسيس وعشان تحجزوه في اول تعليق هتلاقوا واتس الحجز انا زعلانه ومخصماكم كده عشان حد دلوقتي مش عايزين تعملوا لايك ولا تكتبوا لي كلمه حلوه في الكومنت يلا بينا وات دو يو كا وات كان يو دو السؤال ده يا مس سمر انت بتالفي كمان اسئله هي ناقصاكي اه طبعا ايه المشكله ان انا من الجمل طلعت لكم ترجمه وطلعت سؤال كومبليت وطلعت كونفرسيشن محادثه واديكم سؤال يلا عشان نتكلم بيها وامشي واحد واحد على الطلبه بتوع الامارات واقول لهم وات كان يو دو ماذا تستطيع ان تفعل يلا اللي بيقدر في نط يقول لي برافو 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 اقروها كده I can run excellent what can you do اي حاجة تعجبها بقول انا استطيع ان اقفز استطيع ان اشوط اي حاجة من الست افعال برافو I can jump what can you do excellent I can climb واحد قال انا استطيع ان اتسلق يا مس سمر وهكذا انا جاوبت عن ثلاثه الاولاد يشتغلوا ايدهم بتصوري له شغل بالشكل ده بتجهزيه وبيقراه اليونت خلص على كده لا طبعا ما خلصش في بعض الكلمات عندنا like this apple apple and كلمات بحرف الاي دي بقى الفونكس الصوتيات تفاحه apple نمله and يشوط كيك دي ما لازم خاصة بي أنا طيارة ورق كايت 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 تمام دي كلمات بحرف الكي وكلمات بحرف الاي ابني بيحفظها طبعا بيحفظها ليقعد يضحك عليك يقولك ان كل الشغل ده اورال بس سيبه براحتك اسمع كلامه وبراحتك
ندخل على جزء التأسيس، لأن طفل كي جي تو ما ينفعش ياخد منهج بس. أمال ايه مش سمر الافتراء بتاعك ده مش افتراء، أنا بأهله للمنهج عشان هو شغال المنهج معاكي يبقى شاطر. تبدأي بقى لو هو طفل مش متأسس تديله بقى مثلا الضمائر الفاعل زي ما انتم شايفين كده، أنا أي أنا أي هو أنا أنا أي، حتى الأغاني أنا كاتباها في الكتاب عشان خاطر تبقى واضحة معاكم. وتغذيله مثلا ممكن في أول محاضرة احنا احتاجنا الأيام تحفظيه أنا أي، ده لو طالب لسه الدنيا ضعيفة معاه، واتفرج على فيديوهات التأسيس برضو. هو هي أنا مقسمة بقى كل أفكار التأسيس في الكتاب ده. إذا ما ينفعش تشتغل المنهج وإنت مش معاك كتب التأسيس، هنديله الأي. وطبعا لازم ده جزء الكتابة في التأسيس، يبقى أنا أي أنا أي أنا أنا أي، وتخشي كمان على الفيرب تو بي لأنها قابلتنا النهاردة في المنهج، وتشرحي له أنا الأي وأكون الأم. يلا معايا، أنا الأي وبحب الأم. ليه بقى فايدة كتاب التأسيس؟ الاتنين بيكملوا بعض. لما يكون متأسس معايا، طب يا مس سمر مأسسه الرابع ياخد منهج، طب وليه تضيع الطفل ده؟ أنا عايز أقول لك كل شغلي في الأونلاين مع الاولاد، كل الناس تشهد الحمد لله ان انا بشتغل الحاجتين، ما اقعدش اجله ليه واقول للطفل لا استنى ما تتاسس، طب ما انا اقدر ادمج له الاثنين ويبقى شاطر ويشتغل بمساعده ولي الامر المجتهد طبعا اللي بيساعد معايا ويخلي ابنه يذاكر فبيوصل لنتيجه سريعه. انا الاي واكون الام. ليه بقى؟ عشان لما تجي له اي ام اي ام ابوي تبقى سهله بالنسبه له. يبقى خدنا كمان ادي اي ام النهارده. مش بس كده، لازم اخد له كتاب متنوع زي ما انا قلت. السؤال الاولاني لازم الشغل ده، وهو واتس يور نيم. بصوا الجمال اللي انا عاملاه، بص عامله له واتس يور نيم كم مره؟ اي ثينك 15 مره اساسا. بصوا مضيقه المسافه عشان يكتب كتير، كله هيكتب لي اي ام والاسمه، اي ام واسمه. كتب لو لسه ما وصلتكش تلحق تحجزها، علشان واحنا بناخد المنهج ابنك يتاسس كمان. يبقى انا بعلمه سؤال جديد مع المنهج، اي ام والاسم. وبكده خلصنا الوحده الاولى كامله، وعرفنا ايه اللي المفروض يتاخد فيها الست افعال، تقدري ترجمي تدي قطعه تدي كل التفاصيل، وكمان ايه اللي محتاجاه من كتاب التاسيس، جزء الفونكس الصوتيات. المجموعه في كتاب تاني صوتيات طبعا، بس انا مش قادره اضغط عليكم في الفيديو اكتر من كده، لكن المفروض كمحاضره ان بيفتح ده كمان، وزي ما خد الجزء ده بياخد جزء صوتيات كمان، اللي هو مثلا يدمج صوتين عشان كله بيكمل بعض. الكورس لازم يبقى شامل، تاسيس صوتيات منهج، فبالتالي ابنك هتطلعي منه طالب عبقري. اللي بيدي حاجه واحده بس كل سنه وانت طيب، لو اديت منهج بس هيبقى شغلك ضعيف، لو اديت تأسيس بس ورميت المنهج يبقى ظلمت طالب ممكن تكون دماغه حلوة، لو اديت التلاتة صوتيات وكذا وكذا طلعت طالب نبغة وهو صغير، لانك هتخليه يقرأ لوحده فهيساعدك قبل ما يساعد نفسه. الفيديو لو عجبك لايك شير، لايك شير كتير. I love you so much، بحبكم جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.